هذه جزيرة اسمها سنتوزا آيلاند بسنغافورة، كلها حدائق ترفيهية. المهمة الأولى إني أقنع يوسف يسبح معانا. أول مرة أركب في هذه الحياة. كمان نجرب الأمواج. إيمان بابا يا أيام ستار. أه عندك شنب؟ أيوه عندك شنب. بيج بالي. هو رفع بالي. هاي هذا أنا رفع بالي. عندك تسبحي مع الاسماك؟ اي والله صح، عندك تسبحي مع الاسماك. تجربة حلوة، يقدر يسبح مع السمك. زعلانة لأن اكتشفت قبل شوي ان الحديقة هذه كلها حتقفل الحين بعد 10 دقائق. عشان كنت افكر في يوسف. في كثير العاب ما ركبناها بس ما كنا نعرف الحديقة تقفل دحين. إيمان مرة زعلانة لأنه أنس على الجوال ويوسف على جوال ماما وهي تبغى جوالي. لا يوسف ما حشتري لك هذا. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. سمك قرش. Oh my god. تبو شفته؟ هناك بسبح. شفته؟ كوكي جاي فور. إيمان طنشك. إيمان طنشك. أنا اسمه شيع. شوف الكائن هذا. Is it creature? What is it? هذا حوض سمك جدا كبير. إيش رسمتي؟ Stingray. اتذكر انا جيت هنا في شهر العسل مع زوجتي وركبنا على هذه اللعبه والحين سبحان الله جبت اطفالي. في هنا تلفريك، في هذه السياره تقدر تفتح لي وفتحت عليها. انا وماما ركبنا هذه اللعبه قبل ما تتولدوا انتم. مين فاز؟ انا. انت؟ انت خرجت اول ها؟ خلاص ما كان مسابقه، ماما تقول ما كان مسابقه. كيف بدي اشور هذا فمي حتى ما اقدر اتكلم كثير. الحين طالعين فوق على التلفريك حتى ننزل بالسياره مره ثانيه. قول مرتين ما تكفي. الحين احنا فوق راس الاسد. ما شاء الله مناظر خلابه من هنا. تركبوا سيجواي؟ ما يبغى يتكلموا لانه كل واحد يقلد الثاني، اذا هو تكلم هي راح تقلده وراح تزعجه، اذا هي تكلمت هو حيسوي نفس الشيء صح؟ يلا قول شيء. قولي شيء ايمان. عشان وري اليوتيوب، وري اليوتيوب. واحد منكم يتكلم. واحد منكم يتكلم. يا كانت انت، اي ما يمديك تخش تسبح يا. نو 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 مويه وسخه كمان. اعتقد هذا المكان فيها اكثر اماكن ترفيهيه شفتها بحياتي. كيدزانيا، يونيفرسال ستوديوز، اي فلاي، مرة كثير اماكن كلها في جزيرة صغيرة واحدة. مو كذا؟ كيف؟ هاو؟
الحين رايحين نتزحلق على كيبل. تو نزلنا من هنا لكن للاسف اخذ الجو برو مني قال لي ما صور. كيف استمتعت؟ الشاط هذا جميل وفاضي تقريبا ما في احد. ايمان لقيناها هنا ما ادري حق مين. في عرض بيبدا بعد ساعة تقريبا واحنا حجزنا كراسينا من الحين. العرض حيكون قداما على البحر. إيمان وريني وجهك لما تكوني زعلانة وتبغي شيء مني. كل شيء تعطيني هذا الوجه لأنه تبغى الآيفون. لا جس 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 هاي جس. أنا كنت جالس هنا أمام هذا العرض قبل 11 سنة مع زوجتي والحين سبحان الله جالس هنا مرة ثانية لكن أيضا مع 3 أطفال رزقني الله إياهم الحمد لله. استمتعتوا؟ ايوه. الاجواء احلى بالليل لكن المشكلة انه احنا ننام بدري خلاص الساعة 8 الحين نبغى نرجع الفندق. وان شاء الله عجبكم الفلوج لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك اذا ما انتم مشتركين وايضا تفعيل كل التنبيهات بزر الجرس. مع السلامة. ما يبلل.